السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال سي اس اس جريد. وبالنسبة للناس اللي متبعين معايا سي اس اس جريد، اسمحوا لي كنعرف راسي كنتعطل عليكم مزيان. اليوم الخاصية ديالنا غادي نشرحوا واحد الخاصية اللي هربانة بزاف. علاش هربانة؟ حيت هاد الخاصية كتمكن لك انك تدير الريسبونسيف ديالك بواحد الطريقة اللي بزاف. يعني شنو كتعني عبد الصمد؟ هو انه مثلا تخيل معايا انت هادي هي السكرين ديالك، وفي وسط هاد السكرين ديالك انت عندك واحد العنصر معين. انت بغيتي مثلا هاد العنصر هذا انه اكبر ويت عنده مثلا هو يكون مثلا هو 400 بيكس، يعني اكبر عرض يوصل ليه هو هذا العنصر هو 400 بيكسل، وانه اقل عرض يوصل ليه هو 100 بيكسل. حنا شحال هاجي الا بغيتي ديري عن طريق السي اس اس كتجي لميديا كويري وكتقول ليه اليوزر الا كان في الديسكتوب عشي هذا عشي 400 بيكس، ولا كان في الموبايل كتكتب له بيك بوينت اللي خاصه بالموبايل اللي هي 760 بيكس وكتقول ليه عشي 100 بيكس. ولكن الخاص اللي بغينا نشرحو اليوم انها كتمكن لك انك دير ريسبونسيف ديالك بلا التخربيق ديال ميديا كويري، وانه غتلاحظ انه غتزيد لك واحد الباتشيه هو انه ان العنصر ديالك كتلقاه تتماشى مع السكرين اللي وصل ليها اليوزر. وانه تخيل معايا دابا اليوزر تينقص في هذا السكرين، يعني تيبقى تينقص بمجرد اليوزر انه يوصل وان هذا العنصر تلاحظ الجريد انه وصل 100 بي اكس اللي قلت لي انت هو اقل عرض عندك كيحبس. يعني شنو كنعنيو بهاد الهضره كامله؟ الخاصية ديالنا هي كالتالي، هي مين ماكس قال لك كتمرر فيها جوج القيم، كتمرر فيها الاقل عرض واكبر عرض. يا ودابا اجيو نديرو مثال تطبيقي واش يبان لينا هادشي كيفاش. نمشيو لهنايا اجيو نشؤو الكولومز ديالنا، هانتوما جريد تيمبليت مثلا الكولومز، ونقول ليه مثلا ريبيت هادشي تعلمناه. هانتوما يقول ليه مثلا واحد ثلاثة ولا نقول ليه جوج، انا الاول بغيت نطبق عليه الخاصية ديالي. هانتوما اجيو نديرو واحد الصف ديالنا جريد تيمبليت روز، مزيان نقول مثلا واحد 150 بيكس مزيان. يعني انا الصف ديالي بغيت يكون فيه 150 بيكس. هاد الاول هذا انا بغيت نلعب فيه. حنايا عندك جوج قد عندهم واحد فرانكشن، الاول انا بغيت نعطيه المين ماكس، ولا اجيو ماشي واحد فرانكشن انا اجيو 100 بيكس. انا بارك عليا انتما 100 بيكس، نعطيهم 100 بيكس. الاول بغيت نجي ليه الخاصيه. شنو هي الخاصيه؟ قلنا ها هي سميتها مين ماكس. ايوا دابا اجيو نشوفوا واش كنقصدوا بالريسبونسيف ديالنا، وانه كيتماشى مع الريسايز اللي كيجي اليوزر على السكرين. ها انت ماش قال لك مره هنايا، مره جوج القيم اقل عرض واكبر عرض. بغيت نقول انا اقل عرض بغيتك انا كي وصلت ليه تحبس هي 100 بي اكس، واكبر عرض مثلا هو 300 بي اكس. اجيو نديرو السيف ولاحظوا العنصر ديالنا كيفاش غادي يبان. ها انتم اش كتلاحظوا ان دابا شحال هو الويت ديالو؟ هو 300 بي اكس. شوفوا معايا مي غادي نقص انايا، شوفوا مي غادي ندير ريسايز على السكرين. ها انتم مي غادي نبقى نقص السكرين غتلاحظوا ان العنصر ديالي تينقص بوحدو. شوفوا ها انتم اش كتلاحظوا العنصر ديالي محدو كاين بين 100 و 300 تينقص. شوفوا مي غادي يوصل 100 بي اكس، مي غادي يولي قد خدو غتلاحظوا انه وقف ما بقاش ينقص. ها هو دابا هنايا ولا فيه 100 بي اكس. يعني تخيل معايا دابا كون جيت انا لهنايا وقلت ليه مثلا قلت ليه اقل ولد عندك هو 20 بي اكس، غادي يبقى ينقص 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 تيوصل 20 بي اكس، وغادي يفراني وغادي يقول لك صافي انايا وصلت 20 بي اكس. هانتوما غادي يبقى ينقص 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 ما غادي يوصل 20 بي اكس غتلقاه ما تينقصش باقي. يعني هادي هي الخاصية ديالنا اليوم اللي قلنا اننا تنجيرو بها الريسبونسيف بواحد السهولة اللي بزاف. حنا قلنا ليه 100 بي اكس غتلاحظ انه رجع ل 100 بي اكس، وبمجرد تولي المساحة متاحه 300 بي اكس غتلاحظ انه ولا 300 بي اكس. ها انتم ها هو دابا ولا 300 بي اكس. ها انتم ملي كتنقص كتلاحظ انه تيجي الريسبونسيف بوحدو وان العنصر ديالك كينقص. يعني هذه هي الخاصيه قيده عندك شي ورقه، وان هذه هي القاعده، وان هذو هما القيم اللي كتمرر فيها. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا الفيديو، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.